بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع هندسة الطرائق بعد ما شفنا في الفيديو الأول، أيدرنا مداخل أو مدخل إلى هندسة الطرائق، تعرفنا عليها وتعرفنا على البرنامج اللي راح ندرسوه في هذه المادة. نواصل مع الفيديو الثاني، أي المحور الأول للبيئة، معالجة المياه المستعملة، تريتمون ديزو ايزي. في هذا المحور ان شاء الله الانشطة اللي راح تكون فيه هي معرفة الملوثات الموجودة في الماء المستعمل، المعالجة الاولية والبيولوجية والكيميائية، تشكيل مخطط يوضح مراحل المعالجة، اظهار المعالجة الميدانية بالصوت والصورة، بحث حول الموضوع من مصادر مختلفة. الماء يدخل في كل العمليات البيولوجية والصناعية، ولا يمكن لأي كائن حي أن يعيش بدونه، حيث قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء الآية 30، صدق الله العظيم. كما نعرف أن اهتمام يرجع اهتمام الإنسان بنوعية الماء ليشربه إلى أكثر من 5000 عام، حيث كان الاهتمام محصور في ماذا في ذلك الوقت؟ في لون المياه وطعمها ورائحتها. يعني هذاك الوقت كان الاهتمام بالماء كان محصور في لون، يعني لون المياه وطعمها وماذا ورائحتها، هذا واش كان اهتمام الماء. ومن بعد في القرنين 18 و19 الكثير شهدت الكثير من المحاولات الجادة بالنهوض بتقنية معالجة المياه، خاصة في دول أوروبا وروسيا، فأنشئت لأول مرة في التاريخ محطة لمعالجة المياه المستعملة بمدينة فلونسكو في اسكتلنديا، حيث كانت تعالج المياه بطريقة الترشيح. ويعتبر الماء، كلنا نعرف هذا، يعتبر الماء عنصر أساسي لكثير من العمليات البيولوجية والصناعية. ونظرا للنمو السكاني والعمران السريع اللي رانا نلاحظه في حاليا، تضاعف استهلاك المياه بشكل واسع، مما تطلب اختراع تقنيات وطرق هندسية تهدف إلى ماذا؟ إلى توفير الماء الصالح للشرب وتزويد الصناعة والزراعة بالمياه الكافية. وكامل نعرف أن الماء هو عنصر أساسي ومهم جدا لحياة الإنسان والنبات والحيوان، يعني بدون الماء هذا الثلاثة ما يقدروش يعيشوا. يعني نقدر نقولوا أن الماء يعتبر الوقود الذي لا يمكن الاستغناء عنه، يعني فلمجرد الاستغناء عنه لفترة قصيرة تضطرب الوظائف الحيوية في أجسام الكائنات. أما كما نعرف أن الامتناع عن شربه أي شرب الماء لفترة طويلة يؤدي إلى ماذا؟ إلى الوفاة نتيجة حدوث الخلل والاضطراب في الأعضاء. والماء إذن واش نقول؟ الماء هو سر الحياة على سطح الأرض، الماء هو سر الحياة على سطح الأرض. يعني نعرفوا باللي هو يغطي حوالي 70%، يغطي حوالي 70% منها، وأساس كل حي. يعني كما لولا الماء لانعدمت الحياة على الأرض، ها؟ فكوكب الأرض دون عن الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية هيئ فيه الحياة الماء. أما مصادر الماء تعد متنوعة على امتداد الكرة الأرضية، تتوزع بين مياه الأمطار، عندنا من المصادر عندنا
مياه الأمطار زيد واش منين يجي الماء ثاني؟ المياه الجوفية، المياه الجوفية زيد واش ثاني تعرف زيد من عندك؟ أعطيني أمثلة منين تكون مصادر المياه. مياه الأنهار، مياه الأنهار زيد مياه البحيرات، مياه البحيرات إيه مياه الآبار، مياه الآبار واش عندنا ثاني؟ مياه البحار، مياه البحار ومياه المحيطات، مياه المحيطات. وحيث الآن تستخدم بعض الدول بعد إجراء عملية التحلية عليها، يعني يحليوا مياه البحار والمحيطات ويستخدموها يعني. وأما الماء يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات فيزيائية، أي الماء يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات فيزيائية. الحالة الأولى وشن هي؟ هي حالة سائلة. حالة الأولى هي حالة سائلة، هي حالة سائلة مثل مياه البحار، عندنا أمثلة مياه البحار، عندنا كذلك الأنهار والأنهار والبحيرات، وعندنا كذلك من المياه السائلة المياه الباطنية والمياه الباطنية، المياه الباطنية. عندنا كذلك الحالة الصلبة، حالة صلبة يعني هذو الثلاث حالات الفيزيائية اللي يوجد فيها الماء في الطبيعة. قلنا الحالة السائلة، عندنا الحالة الصلبة. أعطوني أمثلة. عندنا الثلوج، الثلوج عندنا زيت المسطحات الجليدية، عندنا المسطحات الجليدية خاصة هذه اللي نشوفها دائما نشوفها في القطبين الشمالي والجنوبي، وكذلك في أعلى الجبال، هذه الجبال العالية بزاف الشاهقة هذه. عندنا ثاني الحالة الغازية، حالة غازية، هذو هما الثلاث حالات اللي يوجد فيهم الماء في الطبيعة. ها حالة الغازية، أعطيني مثال، هو بخار الماء في الجو، بخار الماء في الجو. فوالا الآن نعطي تعريف لهذه المياه المستعملة. المياه المستعملة أو مياه الصرف الصحي كما نسميها هي مياه قد تم استعمالها واستعمالها في عدة ميادين، فهي إذن غير صالحة للاستهلاك إلا بعد معالجتها. من مصادر تلك المياه واش عندنا؟ واش قلنا؟ قلنا من مصادر تلك المياه يعني المستعملة أو مياه الصرف الصحي، عندنا مياه الاستعمالات الأغراض المنزلية والتجارية، كهذا مثلا المدارس، فنادق، الحمامات، مطاعم، أماكن الغسل العامة إلى آخره. عندنا مياه المصانع، عندنا كذلك مياه الأمطار التي تنبع من شبكة صرف السيول، يعني الأمطار كي تسيل تفوت في شبكة صرف السيول وتصبح غير صالحة للاستعمال. عندنا مياه المصادر الطبيعية الغير نقية كمثلا مياه الأنهار، مياه الينابيع، المياه الجوفية كان يصيبها غير نقية، وتكون هذه المياه المستعملة ملوثة بعدة مواد غريبة، يعني سواء تكون صلبة وذائبة. أهمها وشني هذه المواد اللي تلوث هذه المياه اللي احنا نسموها المياه المستعملة. عندنا الحجارة الصغيرة، عندنا الرمل، تصيب فيها رمل، تصيب قاذورات، تصيب قطع تاع بلاستيك، تصيب قطع خشبية، تصيب أوراق، تصيب نفايات صناعية، نفايات صناعية، تصيب ملونات، تصيب زيوت، تصيب المواد العضوية المذابة والكتلية إلى آخره، تصيب معادن،
تصيب غازات منحلة، تصيب المركبات الكيماوية، تصيب المجهريات والبكتيريات إلى آخره، هذه كلها تصيبها موجودة في هذا المياه المستعمل. إذن ما هو الهدف من المعالجة؟ الهدف من المعالجة، لأن العنوان تاع الدرس تاعنا هو معالجة المياه المستعملة. إذن ما هو الهدف من هذه المعالجة؟ أولا الحفاظ على الصحة العمومية، الهدف الأول هو الحفاظ على الصحة العمومية. الهدف الثاني وشن هو؟ هو الحفاظ على البيئة، وهذا هو الهدف الأهم، الحفاظ على البيئة. الهدف الثالث والأخير هو استرجاع المياه، استرجاع المياه باش نعودوا نستعملوها مرة أخرى. الآن ما هي إشكالية المياه المستعملة؟ ما هي إشكالية المياه المستعملة؟ إشكالية المياه المستعملة، كما نعرف أن الماء هو عنصر كيميائي ثابت، الماء هو عنصر كيميائي ثابت وهو ضروري لحياة الإنسان، هذه كما نعرفه، لكنه بيئيا هو هش، أي هو هش بيئيا، يعني يتلوث بسرعة. إذن الماء هو هش بيئيا يتلوث بسرعة، لماذا؟ لأنه وسط مساعد على تجمع ونمو الكثير من الملوثات العضوية والمعدنية، هذه منين؟ هذه ناجمة عن نشاطات منزلية وصناعية إلى آخره. إذن أهمية الماء وقلة مصادره خاصة في بلادنا أي تستدعي ضرورة استرجاعه. هذه الضرورة تطرح عدة إشكاليات وتحديات نظرا لما سبق ذكره. عندما نعاين ونحلل الماء المستعمل نجد فيه من بين الملوثات التالية، يعني في الجدول هذا راح نلخص أهم الملوثات لنوجدها في الماء المستعمل. عندنا نوع الملوث المصدر تاعه، المخاطر الناجمة عنه، ونوع المعالجة. عندنا نوع الملوث مواد صلبة مثل الحجارة، المواد البلاستيكية، الأطربة العالقة إلى آخره، المصدر تاعها نفايات المنزلية وكذلك ما تجره السيول. المخاطر الناجمة عنها راح تكون إعاقات في استعمال هذه المياه، ومن بينها انسداد أنابيب نقل المياه. أما نوع المعالجة، معالجة عندنا أنواع المعالجة، عندنا المعالجة الفيزيائية الكلاسيكية ومن بينها الغربلة، ترشيح والتركيد. نشوف النوع الملوث الثاني، عندنا زيوت صناعية مصدر تاعها عندنا تأتي من النفايات المنزلية والنفايات الصناعية مثل محطات غسل وتشحيم السيارات. أما المخاطر الناجمة عنها تؤدي إلى تلوث البيئة وتسمم المياه. أما نوع المعالجة المستعمل وهي المعالجة الفيزيائية الكلاسيكية، أي فصل هذه الزيوت عن الماء. أما نوع الملوث الأخير الثالث، عندنا مواد عضوية منحلة وكذلك المواد الكيميائية مثل المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق إلى آخره، المصدر تاعها عندنا الاستعمالات المنزلية، المبيدات الفلاحية، مخلفات المستشفيات والمخلفات الصناعية، المخاطر الناجمة عنها أمراض
ميكروبية وميكروبيولوجية، وهذه خطيرة جدا. أما أنواع المعالجة، عندنا المعالجة البيولوجية والمعالجة الكيميائية. نكتفي بهذا القدر أعزائي الطلبة، إلى نكمل الدرس في الفيديو الثالث إن شاء الله الخاص بهندسة الطرائق. أدعوكم لتتبع صفحتي على الفيسبوك اللي هي أمامكم أي بروف أم أش تي، أو تتبع قناتي التعليمية على اليوتيوب الأستاذ محمد. كذلك إذا أردتم تحميل كتب وثائق أو برامج تعليمية، ما عليكم إلا تدخلون إلى الموقع الجديد لإنجستو وهو profmhd.blogspot.com، تجدون فيه كتب تعليمية وثائق تربوية وبرامج تعليمية مهمة جدا جدا. أترككم أعزائي الطلبة في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.